أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علامات تثبيت حفظ سورة البقرة، مجرد علامات لربط الآيات بعضها ببعض إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم بيبدأ بها 6 سور، البقرة وآل عمران و4 في الآخر. كل ده تجدونه في ملفات وورد، لو بحثت على الانترنت على صفحة الفيسبوك اسمها خادمة القرآن والعلم، ان شاء الله توصلوا لكل الملفات بتاعت تثبيت حفظ كل الصور، وفيها المتشابهات وفيها اختبارات وفيها كل شيء. وبالنسبة لليوتيوب عليها الافلام لتثبيت الحفظ بعلامات للربط بين الآيات حتى لا نتلخبط. إن شاء الله التكرار ومراجعة القرآن كله كل أسبوع يكون أفضل وسيلة، ما تحتاجي هذه الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بدأت السورة بكلمة لا ريب، يعني لا شك، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيكلمنا في الصفحتين التاليتين وبعد كده كمان على إن الكفار والمنافقين بيشكوا فيما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهنشوف هيكون لهم ايه، ونشوف هذا الكلام في الصفحتين التاليتين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكمان هيكلمهم على التقوى لعلكم تتقون. دايما في العبادة بترتبط للمتقين، او لعلكم تتقون لما يكلمهم على الكتاب او اللي انزله او الصيام او اعبدوا ربكم وهذه الاشياء، يعني نشوفها ان شاء الله تربط بسهولة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. اهم شيء ان هم يؤمنوا بالغيب اللي ربنا انزله واللي ربنا كتبه لهم واللي ربنا وعدهم به في الدنيا وفي الاخرة وكل شيء، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دي منتهية بالقاف ودي منتهية بالقاف، يعني من قول ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ها هتقولي للمتقين وهنا تفتكري تقولي ومما رزقناهم ينفقون، وديت سورة البقرة فيها قاف. والذين يؤمنون، يبقى الذين يؤمنون والذين يؤمنون فيها واو زيها بدأت بس فيها واو. بما أنزل إليك، يعني مش بس الكتاب، وما أنزل من قبلك، أيضا القاف من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، زي للمتقين ينفقون يكونون. شايفين القافات ماشي معنا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني على هدى من ربهم في الدنيا والمفلحون طبعا في الآخرة، لأن الخاسرون هم أهل النار. فبنجيبهم في الصف لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على أهل الجنة يردف بأنه يتكلم على أهل النار، والعكس. هنا مثلا هيتكلم على عدة للكافرين والصفحة اللي وراها وبشر الذين آمنوا. يبقى هنا بعد ما كلمنا على المتقين هيكلمنا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفي هتلاقوا مثلها في سورة ياسين، وسواء عليهم، وهناك قلنا بتبدأ الآية اللي وراها بالهمزة، والهمزة هناك علامات للتثبيت في السورة. هنا ختمة، قلنا ختمة على اما تذبحي بقرة او اي شيء بتذبحيه بيختم لك اللحم ان هو سليم جاهز للاكل، يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، القلب والسمع، وعلى ابصارهم غشاوة. طيب، ولهم عذاب عظيم. الناس كتير تغلط هنا وتقول اليم، هنا عظيم، غين وعين. ختم الله على وعذاب عظيم. طيب، ومن الناس، دول كفار. طيب، في بقى منافقين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هل هم فعلا؟ لا، وما هم بمؤمنين. ربنا عارف ان هم مش مؤمنين. طب بيعملوا ايه؟ بيخادعوا الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ليه بقى بيعملوا الكلام ده؟ في قلوبهم مرض، مرض يعني شك وفساد، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. دول بقى لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طب الكذب اللي هم بيكذبوه عبارة عن فساد، بيفسدوا في الأرض، بيروحوا يقولوا إن هم مؤمنين، يندسوا في وسط المؤمنين، يسمعوا أخبارهم وينقلوها للكفار، فده إفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون،
عكس الفساد الإصلاح. فربنا بيرد يقول لا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طيب حتى لا أتلخبط بين هذه الآية والآية دي، هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بنربط بأن في الجملة نفسها في ميم واحدة، ميم واحدة. لو أنت قلتي إنهم هم المفسدون، المفسدون فيها ميم، هتقولي ولكن لا يشعرون. طب ولو قلتي هم السفهاء دي ما فيهاش ميم، يبقى هتقولي لا يعلمون، أهي الميم هنا جت هنا. فإن شاء الله ما فيش لخبطة، تجيبي ميم واحدة في الكلمتين اللي في الآخر، المفسدون فيها ميم، يبقى هتقولي ولكن لا يشعرون. هنا السفهاء ليس فيها ميم، هتقولي ولكن لا يعلمون فيها ميم. طيب ده الكلام ده. وإذا قيل، ووراها وإذا قيل تانية. أول حاجة لا تفسدوا، يعني التخلية قبل التحلية، يعني الأول شيل الفساد وبعدين آمن. هم فاكرين نفسهم مصلحين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يرد يقولوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أول واحدة هتجيلنا كما آمن، والتانية هتجيلنا على الشمال هناك في الآخر في وسط السورة تقريبا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ولا آمنوا باللي أنزل عليهم ولا غيره. طيب هنا كما قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ربنا بيرد ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طيب يبقى اتنين وإذا قيل، والتالتة هتيجي بعدين. وهنا وإذا لقوا، هو ربنا بيورينا بقى هم شكلهم ايه، بيفضحهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طب وإذا خلوا إلى شياطينهم، اللي هم الكبار والمرضى بتوع الكفار اللي بيسلطوهم ويضلوهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، بيستهزئوا ويخادعوا الله والذين آمنوا. طب ربنا بقى بيستهزئ بيهم، الله يستهزئ، يعني الآيات مربوطة بمنتهى السهولة، تعرفي تجيبيها إن شاء الله. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، زي ما هنا فزادهم هنا يمدهم، يعني أيضا زادهم في طغيانهم يعمهون. طيب عملوا إيه بقى بكل اللي عملوه ده؟ اشتروا الضلالة، ما بيمشوا ورا الشياطين، الشيطان بيضلهم، اشتروا الضلالة بالهدى، اللي فيها الباء هو اللي دفعوا، هم دفعوا الهدى وخدوا، اشتروا الضلالة يعني هم كسبوا الضلالة وتنازلوا عن الهدى، فما ربحت تجارتهم طبعا، وما كانوا مهتدين. لما اتنازلوا عن الهدى ما بقوش مهتدين، والتجارة بتاعتهم فسدت كده. ربنا بيضرب لنا مثل بيهم، زي مثلا واحد استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله والنار عليت كده ونورت الدنيا قدامه، اتطفت فجأة وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ما بقوش شايفين أي شيء، صم عن الحق، بكم عن الحق، لا ينطقون به، عمي عن، فهم لا يرجعون. يعني دخلوا عند الرسول وسمعوا وعرفوا الإيمان شكله إيه وحلاوة الإيمان، بس ارتدوا بنفسهم كده وراحوا عند الكفار ومسكوا فيهم وقلدوهم. أو كصيب مثل آخر، في رعد وبرق ومطر كتير نازل وكده، والبرق بينور لهم يمشوا، وبعدين من كتر شدة الرعد بيسدوا أذانهم من الصوت وخايفين لا يقتلهم، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يذهب بسمعهم وأبصارهم. هنا عايز أقول هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، يعني بعد السمع بيجي البصر. يبقى أول حاجة هتقولي القلوب عشان دي البقرة فيها قاف، وبعدين السمع، وبعدين جيبي البصر. طيب هنا لذهب بسمعهم وأبصارهم، السمع وبعدين يجي البصر. إن دايما السمع مفرد، لأن أنت بتسمعي نفس الشيء في نفس اللحظة من الاتنين أذن، أما البصر ممكن ينظر هناك وهنا وهنا وفي كل الاتجاهات في نفس اللحظة. طيب في سمع وفي أبصار. إن الله على كل شيء قدير، طبعا يذهب بسمعهم ويقتلهم ويعمل فيهم كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، فلذلك لازم نعبد الله حتى إيه. فهو بيقول لهم يا أيها الناس، هو هنا ومن الناس هنا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما نكون في عبادة نقول إيه، لعلكم تتقون، مثل إيه، إيه الآية الأولانية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب الذي بيعرفنا مين ربنا كمان، مش بس خلقهم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء،
وهيرجع ان شاء الله يوصف لنا كمان هو مين الله في الآية 29، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. الاول بيقول لهم ان هو خلق لهم الارض فراشا، وبعدين هيقول لهم خلق لهم ما في الارض جميعا، كل الحاجة اللي في الارض، والسماء بناء، وانزل من السماء ماء، يعني رابطها بين الارض والسماء بس، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى هو اللي خلقكم وخلق اللي قبلكم، وهو اللي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هو اللي خلقكم ورزقكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه متفرد بالخلق والرزق، وهو المستحق الوحيد للعبادة. وإن كنتم في ريب يعني شك، يبقى أنتم تعلمون ومتأكدين أن هو ليس له ند، وده بيدل على انكم لما تتزنقوا ما بتدعوش الا الله. فاذا كنتم بقى في شك من اللي نزلنا، مما نزلنا على عبدنا، اللي هو زي الايه الاولى بالظبط اهو، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. طيب دول بقى في شك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هنا بنقول من مثله، يعني حتى اختاروا أي حاجة من مثله، إن شاء الله أقصر سورة اللي هي 3 آيات بس، هاتوا أي حاجة من مثله تبعيضية، من هن تبعيضية، ما هتلاقوها تاني في بقية السور اللي بيتحداهم بأن هم يأتوا بأي شيء من القرآن. وهناك كمان هيقول وادعوا من استطعت. فعايزه اقول ايه هنا، يعني لو لقيتي هنا من، ما تقوليش من استطعت، يعني هي يا من يا من، هي الاتنين نفس الرسمه. هنا هنقول من مثله وادعوا شهداءكم، شين بس. هناك هتقولي مثله بس وتقولي وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين، هي ما بتتغيرش. طيب فهمنا ان لما جت من هنا مش هنحط من هنا، هنقول شهداءكم على طول، مفيش لخبطة إن شاء الله. طبعا هما ما يقدروا يجيبوا ولا آية حتى، فإن لم تفعلوا، شوف التحدي، ولن تفعلوا للمستقبل، فاتقوا النار. النار دي شكلها إيه؟ التي وقودها الناس والحجارة. يبقى هنا ومن الناس، هنا يا أيها الناس أو النداء، اعبدوا ربكم. طيب اتقوا النار كمان التي وقودها الناس والحجارة، أعدت لمين؟ للكافرين. نوصلها لأن الجمل بعد المعارف أحوال، يبقى هديت حال للنار أعدت للكافرين. بعدين بشر بقى الذين آمنوا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. طبعا جنات هنا اسم أن منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم، تجري من تحتها الأنهار. وهما بقى كل ما يجي لهم رزق في الجنة، ربنا بيخبرنا بالغيب، احنا ما رحنا الجنة لسه، ويا ربنا يوعدنا يا رب. بيقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، يعني ده زي البطيخ وزي الشمام وزي الفراولة وزي المانجا ومش عارف اللي كنا بناكلها زمان. لا، هو متشابه بس في الاسم، لكن طعم حاجة تانية. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. دلوقتي بالنسبة ولهم فيها أزواج مطهرة، هنا هنا قال تجري من تحتها الأنهار، ما قال خالدين فيها. هنا هي جت في الآخر بس أنا بقول هنا. بعدين عندنا في سورة آل عمران في هنا خالدين، وفي النساء خالدين فيها أبدا. يبقى أول واحدة تجري من تحتها الأنهار فقط، السورة اللي وراها خالدين فيها، السورة اللي وراها خالدين فيها أبدا، وبعدين هتقولي وراها برضو ولهم فيها أزواج مطهرة. طيب مفيش لخبطة إن شاء الله. هنا وهم فيها خالدون جت في الآخر. طيب إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. تقف هنا وقف لازم، وإلا هيكون ده من قولهم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقين يا ترى؟ الذين ينقضون قاف قاف عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وأما الذين كفروا، هنا هيقول لهم كيف تكفرون؟
يقطعون ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. تشبه في الرعد هناك لهم اللعنة، هناك والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، لأن كان في مقارنة بين يصلون ما أمر الله به كده ولا ينقضون الميثاق، يعني في مقارنة بين نقض العهد وعكسه، توصيل ما أمر الله وهنا قطعه وهكذا. ودول ويفسدون في الأرض هناك لهم اللعنة، عين في سورة الرعد، هنا أولئك هم الخاسرون عكس المفلحون في أول السورة. فربنا بيسألهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يعني كيف تنكرون وحدانية الله وتشركون به غيره في العبادة؟ هو الذي خلق لكم، رجع تاني قال لهم، بيكلموا على الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض. بل أولانية خلق لكم، هو الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعدين قال لهم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. هنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كمان، ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هيجيب لنا بقى الصفحة دي كلها قصة تورينا ازاي ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولا أحد يستطيع أن يأخذ أو يعرف أي شيء من علم الله إلا بما شاء الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني ما يخلف بعضهم بعضا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. زي برضو هناك فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذه التانية وستأتينا إن شاء الله في الآيات 94 و116، يعني 4 مرات في السورة. طيب هنا قالوا نسبح بحمدك، وبعدين هيقولوا له سبحانك سبحانك. أما قال لهم إيه أنبئوني، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، الحاجة اللي تعلمها لنا هنبقى عارفينها، ما علمتنا ما نعرف حاجة، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الحكيم. طيب قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. هنا وإني أعلم مش بس ما لا تعلمون، غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طيب بالنسبة لكنتم تكتمون، هي متكررة في المائدة وفي النور، من غير كنتم هنا بس كنتم. هتلاقي في المائدة كانوا يكتمون بالياء، لكن هنا بنتكلم على كنتم يعني للمخاطب، ما فيش اللي هي دي، بس في سورة البقرة في المصحف كله، وفي الآية 72 أيضا والله مخرج ما كنتم تكتمون. يبقى كنتم هنا تكتمون بس في سورة البقرة. وبعدين وإذ قلنا للملائكة، خلاص بقى أمر من الله للملائكة اسجدوا له، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في هذه السورة اللي هي أطول سورة في القرآن فيها الثلاثة، في سورة طه أبى فقط، في سورة الحجر أبى أن يكون مع الساجدين، وبعدين استكبر وكان من الكافرين في سورة صاد. يعني هنا الثلاثة مع بعض. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا، رغدا جت في الأول لأنه هيكلم بني إسرائيل، هيقول فكلا منها حيث شئتم رغدا. هنا رغدا جت في الأول لأن دول في الجنة، فالأكل في رغد، يعني عايشين في رغد، فالرغد قريبة من كلمة الجنة أو من كل، يعني التانية بقى فكلا منها حيث شئتم رغدا، هتتأخر شوية في لأن دول في الدنيا. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما. عندنا في سورة طه وفي سورة الأعراف فوسوس،
فهنا الهمزة الأول، فأزلهما الشيطان عنها، عن الشجرة يعني، فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا، هنا الواو داخل السؤال، ف و هنا و، وقلنا وقلنا، أما نقلب الصفحة هنلاقي قلنا. طيب، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هنا مفيش جميعا لسه، بعضكم لبعض عدو، لسه بيتكلموا لأن لسه كلمة الشيطان موجودة هنا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. طيب، يبقى اللي فيها واو ما فيهاش جميعا، بس فيها ايه؟ بعضكم لبعض عدو. هنا قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللي هو القرآن والإسلام. هنا بالنسبة لسورة طه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع، زودنا حرف هناك، هنا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه متكررة في السورة كثيرا، بيسبقها كلمة فلهم أجرهم، تتفرد بها سورة البقرة في آيات كثيرة، 62 112 262 274 277 وهكذا. طيب، والذين كفروا وكذبوا، طيب هي هنا بيقول فمن تبع هداي، دول يعني المؤمنين اللي اتبعوا الرسول واتبعوا القرآن والإسلام، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. زي ما قلنا بالنسبة لأصحاب الجنة، وهم فيها خالدون في آخر آية 25، هم فيها خالدون أيضا جت هنا في الآخر، وهيجي لنا نفس القصة بس الآيتين ورا بعض، على الشمال في الآيات 81 و 82. طيب، دلوقتي بالنسبة لسورة البقرة بتتكلم على بني إسرائيل، فأنتي بتقولي أصحاب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، اعملي علامة استفهام، مين هم يا ترى؟ هتلاقي بعد كل عذاب يكلمك على بني إسرائيل، سواء هو بيقول بني إسرائيل أو اليهود أو النصارى أو يحزنوا أو يقول الذين آتيناهم الكتاب، يعني بأي اسم يسميهم، هيجوا دايما بعد العذاب، بعد العذاب، أو دايما يذكر النبي بتاعهم اللي هو ولقد أرسلنا موسى أو ولقد آتينا موسى، بعد العذاب، بعد العذاب، دايما دايما يذكرهم. أنا بربطها كده يعني، والحمد لله في المصحف كله ماشي معايا، إلا بس موضع واحد اللي هو هتيجي فيه الآية 82 بعد الجنة، بس هو ده الموضع الوحيد اللي هيقول فيه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بس. أما في كل مرة بيجي بعد العذاب، بعد يحزنون، بعد حاجات كده. طيب، هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أول مرة هيقول لهم وأوفوا بعهدي بالألف، لأن بعد كده اذكروا نعمتي التي، هي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وهذه هتتكرر تاني في الآية 122. فالأول وأوفوا، الأول وأوفوا بعهدي، هيورينا ليه هو قال كده، لأن هو أخذ عليهم العهد. هتجيلنا 4 آيات وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل 4 مرات، ما في فايدة فيهم، هيورينا هم إزاي بينقضوا العهد وإزاي بيفسدوا في الأرض وإزاي بيقتلوا الأنبياء وإزاي يكذبوهم وإزاي مفسدين. طيب، أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، بالره، وآمنوا، هي فيها بعهدي فيها هاء، فارهبون فيها هاء. طيب، إن شاء الله نربطها كده، بعهدي فيها هاء، فارهبون فيها هاء، وآمنوا بما أنزلت. دايما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على اللي أنزله من أول السورة لآخرها، القرآن يعني، مصدقا لما معكم. مصدقا لما تلاقوها منصوبة تبقى حال، لما تلاقوها مرفوعة بعد جاءكم رسول أو جاءكم كتاب، جاءهم كتاب، يبقى هتكون صفة، هنا حال، لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، برضو أول وأوفوا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الواحد يتقي البرد إزاي؟
بانه يلبس مثلا بالطو او جاكيت. فانا بشوفها كده وايه، فتقون ولا تلبسوا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. طبعا هم بيكتموا الحق ان الرسول يتيم ومن العرب ومن الاميين واسمه محمد، وكل ده مكتوب عندهم في التوراة والانجيل. وبعدين بيأمرهم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طيب وتكتموا الحق وانتم تعلمون، ايضا تتكرر معانا. هي جت وانتم تعلمون ان هو ملوش انداد، يعني في الايه 22 فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، الايه 22 جت قبل ذلك. وهنا وتكتموا الحق وانتم تعلمون ان هو ده الحق، وستاتي ايضا في الايه 188. طيب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هنا الصلاة، وهنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة هنا بالضمة، وستأتينا أيضا في الآية هتيجي بعد كده منصوبة، هنشوفها إن شاء الله في الإعراب. هنا هي خبر إن مرفوع، إن الصلاة أو الاستعانة بالصلاة بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين مين بقى؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هو بيقول ربهم عشان هو كان بيتكلم على الربوبية، توحيد الربوبية، إن هو الخالق، هو الرازق، مدبر الأمر، المستحق الوحيد للعبادة، فهو ربهم هنا. وهتيجي بعد كده ملاقوا الله في الآية 249 في آخر السورة. طيب يا بني إسرائيل، هنا خاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنرجع، أما بنشوف كلمة راجعون، إليه راجعون أو إليه المصير كده، بنرجع نقول آية بتتكرر في السورة أكتر من مرة أو خارج السورة. ففعلا هي دي هتتكرر في السورة، هي بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أو هي دي نفسها هتتكرر مرة تانية، وأني فضلتكم على العالمين، هتيجي في الآية 122. واتقوا هنا وإياي فاتقون، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل، هنجيب القاف في سورة البقرة الأول، ولا يقبل قبل يؤخذ يعني، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بالنسبة للآية ولا هم ينصرون هتتكرر في 86 و 123. بالنسبة للآية 123 هتتكرر فيها الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل هناك. يبقى هنا الشين قبل العين، الشين قبل العين، فإن شاء الله مفيش لخبطة. ولا يقبل منها الشفاعة الأول وبعدين العدل هنا. هناك أما نروح هناك هنربطها بأن في قلقلة مع بعض، يقبل وعدل، هيبقى في قلقلة في الوسط، اللي في مقلقلة مع بعض في الوسط. طيب هنا هنقول ولا يقبل منها شفاعة، الشين الأول، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. طيب وإذ نجيناكم، هيبدأ يفكرهم بالنعم اللي هو أنعمها عليهم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هنا اذكروا نعمتي، وآمنوا ولا تلبسوا، أتأمرون واستعينوا كده، وبعدين هنا واذكروا نعمتي، وبعدين وخافوا الله وخافوا اليوم اللي هتجمعوا بيه مع الله وكده، ومش فيش حاجة هتنفعكم. وبعدين بيفكرهم بالنعم، وإذ نجيناكم نجيناكم، تتكرر في الأعراف أنجيناكم بالألف، وفي إبراهيم أنجاكم بالألف، أقل في الحروف بس بالألف أيضا. الأعراف فيها همزة وإبراهيم فيها همزة. هنا نجيناكم من غير همزة. من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هناك ويذبحون في إبراهيم، هنا يقتلون في الأعراف، أبناءكم ويستحيون نسائكم، في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. طيب وإذ فرقنا، هنا وإذ الصفحة دي تثبتيها بطريقة سهلة جدا. ثلاث آيات تبدأ وإذ 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 وبعدين ثم، وبعدين ثلاث آيات تبدأ وإذ
وإذ وإذ وبعدين ثم. طيب بعدين هنا نجيناكم وبعدين فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. فأنجيناكم هنا بيقولوا نجاهم من مين؟ من مين؟ من وبعدين هنا كانوا بيعملوا فيكم ايه وايه؟ هنا فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، يعني نجيناكم انتم وأغرقناهم. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وكنتوا شايفين بعينيكم عشان يصدقوا ان هو غرق وينتهت الأسطورة بتاعته. طيب هنا بقى وأنتم هننتهي هنا وأنتم تنظرون، وهنا وأنتم ظالمون. طيب وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، عندنا زيها في سورة الأعراف بس 30. وبعدين وإذ وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هناك في تفصيل في الـ40. هنا وعدنا موسى 40 ليلة، وإيه اللي حصل لما ربنا وعد موسى؟ يعني موسى يجي يقابل ربنا، في ثم اتخذتم العجل من بعده، هنا من بعد ذلك وأنتم ظالمون. طيب ظلموا فربنا عفى عنهم سبحان الله، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم إيه؟ عفى لعلكم تشكرون، وهنا لعلكم تهتدون، وهنا لعلكم تشكرون. طيب وإذ آتينا، لما ربنا وعد موسى، أنت هتقولي من نفسك كده لما هو وعده ليه؟ عشان يديله التوراة هناك. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، احنا قلنا لما يكون في كتاب لعلكم تهتدون أو تتقون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، طبعا ليه ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجلة، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فعلا هم هيقتلوا أنفسهم؟ لا لا احنا مش مصدقينك، ورينا ربنا طيب عشان نصدق. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هنا أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى، عارفة أنت إيه اللي هيجي بعدها؟ هنا ثلاثة وإذ، فمفيش لخبطة إن شاء الله. هنا فأخذتكم الصاعقة يعني ماتوا، ربنا إيه أماتهم، اللي هي هتلاقيها في سورة الأعراف. موسى بيقول لربنا سبحانه وتعالى ربي إن شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني ربنا أماتهم يعني أنزل عليهم الصاعقة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. بعدين ربنا بعثهم سبحانك يا رب، هنا عفى عنهم لما خذوا العجل، وهنا بعثهم لما أخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم. يبقى في هنا عندك من بعده، من بعد ذلك، من بعد موتكم. لعلكم تشكرون. امتى دول هيشكروا؟ طيب بعد ما بعثهم عمل فيهم ايه؟ وظللنا، هنا ظالمين تنظرون عظيم، الظه ماشية في الصفحة دي كتير. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم سبحانك يا رب. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، عندنا زيها في الأعراف بس هنقف هنا. قد علم كل أناس مشربهم، هنا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نشوف إزاي بيظلموا نفسهم بعصيانهم. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا، هيكلوا منين هم؟ هو هنا وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ربنا خلاهم يأكلوا حاجات جميلة خالص قدامه عينيهم كده، حاجة حلوة وحاجة طيور وحاجة جميلة خالص. وبعدين خشوا القرية، وإذ قلنا دخلوا وتحتها ودخلوا هذه القرية فكلوا، أدي الفاء جت في كلوا، منها حيث شئتم رغدا جت في الآخر، ودخلوا تاني. سورة البقرة بتتميز بأن الكلمة بتتكرر مرتين، هنا الذين ظلموا، هنا الذين ظلموا، خاصة الآيتين دول أربعة، ودخلوا ودخلوا، وجت ادخلوا كمان في الأول، في الأعراف جت في الآخر. ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، هناك خطيئاتكم فيها همزة في الأعراف، فيها همزة وسنزيد المحسنين، هناك الهمزة بدل الواو، هنا في واو، فبدل الذين ظلموا هناك منهم، هنا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، هناك أرسلنا، هنا الكلام في شدة أكتر من الأعراف أقل شوي.
على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون هناك، عشان ما اتكررتش ظلموا هنا بما كانوا يظلمون، هنا بما كانوا يفسقون يعني يعصوا ويخرجوا عن الطاعة، لأن هو بيورينا هم كانوا أنفسهم يظلمون إزاي. طيب يفسقون سين وقاف هنا استسقى شبهها خالص في الحروف، وإذ استسقى هنا وإذ، وإذ استسقى وإذ ثلاثة، وإذ أيضا في هذه الصفحة، وإذ استسقى موسى لقومه، هو اللي استسقى لقومه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هناك هم اللي طلبوا السقيا فانبجست، أقل من انفجرت، انفجرت مية كتير، انبجست حبة صغيرين كده. طيب 12 عينا، عشان هم كانوا 12 أسباطا. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا، كم مرة يقول لهم كلوا هنا؟ 3 مرات. الصفحة اللي فاتت وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، هنا وفوق قال لهم فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وثالث مرة بيقول لهم إيه؟ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طيب وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، دلوقتي خلصنا الأكل والشرب، لا مش هينفع كل يوم ناكل الأكل الجميل ده اللي هو المن والسلوى، المن والسلوى، المن والسلوى، احنا عايزين بصل وعايزين حاجات من اللي إياها دي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، يعني عايزين عدس مثلا، أهو عدس، فول، القثاء زي الخيار كده طويلة، وفومها، البصل والثوم والقرف، استغفر الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول عليها شجرتين خبيثتين، وعدسيها وبصلها، عايزين هم الحاجات دي. فموسى بيقول لهم سبحان الله، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني أنتوا بترموا الخير وبتاخدوا الأقل، يعني ده اللي دفعوه بالذي هو خير. اهبطوا مصرا، أي وادي أي مكان فيه زرع هتلاقوا كل اللي أنتوا نفسكوا فيه، مش معناها مصر مصر، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هتلاقوا في سورة آل عمران متفرقة التلاتة عن بعضيها، وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. يبقى فرقنا بين الذلة والمسكنة لأن دول فيهم الضرب، حطينا الغضب في الوسط في آل عمران. طيب هنا التلاتة مع بعض، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ليه بقى؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هنا النبيين بغير الحق في آل عمران، بغير حق من غير آل، الآية هناك في آل عمران الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، في النص الثاني في آل عمران وراها ليسوا سواء، مش كلهم كده. هنا نفس الكلام هيفرق بينهم. دلوقتي مين هم بني إسرائيل؟ هم اليهود والنصارى صح؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فربنا هينصحهم او يعني هيديهم فرص كتيره جدا جدا. بدأنا بأول آية هنا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، طبعا هم الذين هادوا والنصارى هم بني إسرائيل، والصابئين. فهتلاقي في هذه المجموعة، مجموعة في سورة المائدة والحج، الصابئون بالواو وبعدين النصارى، هناك الصابئين بالياء في الحج وبعدين النصارى، أما النصارى جت هنا الأول. ليه بقى؟ عشان أنا بتكلم على بني إسرائيل، أنا بربطها كده يعني، مش عشان هي كده. والذين هادوا والنصارى، هم اليهود والنصارى هم بني إسرائيل اللي احنا السورة كلها بتتكلم عليهم. طيب من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، 3 أشياء، فلهم أجرهم، أدي واحدة عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، 3 أشياء. فهتلاقوا فلهم أجرهم بس في سورة البقرة، غير كده هتلاقي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقط. طيب مين اللي يحزن؟ هتلاقيهم هنا، هم وإذ أخذنا ميثاقكم، بس هم بعد ما فكهم هنا اليهود والنصارى ما جابش اسمهم هنا، لكن هجيب اسمهم في الآية اللي بعد كده.
أخذ الميثاق 4 مرات في سورة البقرة، هي دي أول واحدة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، لحد هنا مثل الآية 93. هنا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، هناك واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. سبحان الله سبحان الله. في هنا الذال قبل واسمعوا السين، مفيش لخبطة إن شاء الله. خذوا ما آتيناكم اللي هي التوراة لعلكم تتقون. فالصفحة اللي قبلها قلنا في وعدنا موسى، لأن الرسول هو بيهدي، ربنا بيهدي بيه الناس يعني. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، فلما ذكر موسى قال إيه لعلكم تهتدون في الآية 53. هنا بيكلمهم على اللي هو أرسلهم اللي هو التوراة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قلنا في العبادة وفي الكتب وكده هيجي لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، هتجيني تاني ثم توليتم في الآية 83 بس مفيهاش من بعد ذلك، هي دي أول مرة وجت فيها من بعد ذلك، فعايزين نربط هذه الآية عشان ما نتلخبط. في الأولانية جت من بعد ذلك، في التانية ما جتش من بعد ذلك، هو قالها مرة بقى مش هيقولها كل مرة. هنا ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. هنا جالنا قبل خاسرين، قبل ذلك كيف تكفرون بالله، أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، دول اليهود بقى كان عبادتهم يوم السبت ومفروض ما يروحوش يصطادوا، كانوا يروحوا يربطوا الحيتان والحاجات ديت يوم الجمعة يوم السبت ويجوا يصطادوها يوم الحد. طب ما انتوا كده رحتوا اصطادتوها. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قاف قردة خاسئين، هنا زي خاسرين، تشبه خاسرين خالص، خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها، من أول هنا هتبدأ بقى قصة البقرة وما خلفها وموعظة للمتقين، تتقون للمتقين. وإذ قال موسى لقومه، هيقول يا قومي، لا هي أول مرة بس قال يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم، يعني نده عليهم فين؟ في الآية الأولى. وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، اللي هي آية كام؟ 54. دلوقتي إحنا في الآية 67، خلاص هم قدامه دلوقتي بيكلمهم بقى بيقولهم إيه؟ وإذ قال موسى لقومه، مش هقول يا قومي، ها، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. 3 مرات يقولوا له روح اسأل ربنا، روح اسأل ربنا، روح اسأل ربنا. سبحان الله، ما تذبحوا بقرة وخلاص. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. آية 68 ليست مسنة هرمة ولا صغيرة فتية، هي متوسطة. فعادوا إلى جدالهم وقالوا طب لونها إيه؟ بقرة صفراء فاقع، شايفين هنا في تنوين وهنا في تنوين وهنا مفيش تنوين، لأنها ممنوعة من الصرف، يعني ممنوعة من التنوين لعلة إن فيها ألف التأنيث الممدودة. فاقع لونها تسر الناظرين. تاني قالوا ادعوا، 3 مرة الصفحة اللي وراها قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، زي اللي في الآية الأولانية بس هنا زودوا، يعني متلخبطين في البقر أنهي واحدة بالظبط. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، لما قالوا إن شاء الله لمهتدون ربنا هداهم، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. غير مذللة للعمل في حراسة الأرض والزراعة، غير معدة للسقي من الساقية، خالية من العيوب، يعني حاجة جميلة كده ليس فيها علامة من لون غير لون جلدها. أيوة وصلنا لها. قالوا الآن جئت بالحق، هو اللي جاء بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قاربوا ألا يفعلوا ذلك لعنادهم. طيب هنا وإذ، وهنا وإذ،
وإذ قتلتم نفسا، ليه ربنا قالهم يذبحوا البقرة بقى؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني كل يدفع عن نفسه تهمة القتل، والله مخرج ما كنتم تكتمون. أي كنتم تكتمون هنا في البقرة فقط، ما تكتمون بس في المائدة والنور. فقلنا اضربوه ببعضها، ربنا سبحانه وتعالى أمرهم يذبحوا هذه البقرة ويضربوا اللي قتل ده ببعض البقرة، فربنا أحياه ونطق كذلك يحيي الله الموتى. ربنا بيعمل لهم مثال أمامهم إن هو قادر على إحياء الموتى، إن هم يأمنوا بالآخرة ما فيش فايدة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. عايزين بقى نعمل علامة هنا، لما يكون في إحياء للموتى يبقى فيها لعلكم تعقلون، يبقى نربطها كده إن شاء الله، لأن هتتكرر هنا في سورة البقرة وفي سور كتيرة معانا طول القرآن، يا إما يتكلم إن هم لعلكم تعقلون أو إن الله على كل شيء قدير. طيب في الغالب هتكون لعلكم تعقلون. فعلا هيعقلوا ويصدقوا ويبقوا كويسين؟ لا، ده بالعكس. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ده حتى الحجارة منها اللي بيتفجر منه الأنهار، يعني ما هيش قاسية للدرجة دي، القاسية يعني ما تقدري تعملي فيها حاجة. ومنها كمان اللي يشقق فيخرج منه الماء من نفسه كده هو في مكانه، وإن منها لا يهبط من خشية الله. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل بيخشع ويتصدع من خشية الله وإحنا ولا بنتأثر. وما الله بغافل عما تعملون. عايز أقول هنا بعد ياء المضارعة في هنا تاء، بعد ياء المضارعة شين، بعد ياء المضارعة هاء، يبقى عندك تاء وبعدين شين وبعدين هاء، ماشية بإيه؟ بالترتيب الأبجدي، فإن شاء الله مش هتتلخبطي. طيب بعد ما خلص بعض صفاتهم وعنادهم وبيورينا هم مين بني إسرائيل واليهود والنصارى دول، فبيقول للمؤمنين بقى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ دول هيؤمنوا دول؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فاحنا عايزين نقول لعلكم تعقلون هنا، عقلوه هنا، أفلا تعقلون هنا، نربطهم ببعض، التلاتة فيهم عقل. طيب بيحرفوا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإيه كمان؟ وإذا لقوا الذين آمنوا، دي الآية التانية، قالوا آمنا، وهناك وإذا خلوا إلى شياطينهم، هنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض، هم شياطين بعض، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وهم مش عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى هينزل كل الحاجات دي اللي هو نزلها في كتبهم على رسولنا ويعلموا بكل شيء، هم بيخبوه، هم بينكروه، هم بيعملوه. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. سبحان الله. هناخد بقى حتة أولا يعلمون هنا، بس أشيل الهمزة هنا، لا يعلمون مهمة جدا دي، اعملي خط هنا وخط هنا وتحت. وقال الذين لا يعلمون، هي راحت فين؟ لا هنا، لا ده مش هنا، مش الصفحة دي. طيب بنتكلم هنا ما لا تعلمون، هنا أولا يعلمون أن الله يعلم، وهنا لا يعلمون، وهنا ما لا تعلمون. طيب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، ما يعرفوش يقروا ولا يكتبوا، إلا أمانية، ما يعلموا التوراة وما فيها من صفات نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما عندهم من ذلك إلا أكاذيب وظنون فاسدة، وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هم قاعدين بقى يحرفوا، خلي بالكم هم يعني بيكتبوا في التوراة ويحرفوا فيها اللي هم عايزينه وفي الإنجيل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم. دلوقتي عرفنا سورة البقرة بيكرر فيها الكلمة في نفس الآية أكتر من مرة، أو الآية نفسها في نفس السورة كذا مرة، هي سورة طويلة يعني. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فهم بيكتبوا عشان يكسبوا ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثلاثة ويل هنا، ادي واحدة ودي التانية ودي التالتة. طب تقول لهم كده ان انتوا هتروحوا النار وكذا وكذا، يقول لك طب ايه يعني، هما هي ايام معدوده وبعدين هنطلع نروح الجنه، ايه المشكله يعني.
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. بالتين مربوطة في البقرة. أما في آل عمران معدودات، انتوا يعني حد ربنا وعدكم ان هم هيكون ايام معدوده، ده حقب لا تنتهي يعني خالدين فيها ابدا، مش هتطلع منها. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، ام تقولون على الله ما لا تعلمون. ربنا بيرد عليهم كل كذبه بيكذبوها، ربنا بيرد عليهم. بلى، عندنا بلى ايضا متكرره في الايه 112 و260 برضو، رد عليهم لما بيقولوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، بيقول لهم بلى من اسلم، مش انتوا يا كفار، بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك ايه هم، ايه اصحاب النار هم فيها خالدون، ما فيش حد ايام معدوده ولا حاجه، هم بيوري لهم. عشان كده دي جت اهل النار قبل اهل الجنه، وبعدين جت جا كلام عليهم تاني، فهي دي الايه الوحيده اللي جت بعد اهل الجنه وفيها بني إسرائيل، لأن هو كان بيكلمهم هم ماشي معاهم، فعجب لهم النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، دول خالدون ودول خالدون. ودي وإذ أخذنا ميثاقكم، هو بيقول لهم هل اتخذتم عند الله عهدا، والعهد يشبه الميثاق يعني، فما تنسيش هنا عهدا يشبه الميثاق تتكلمي عليها بقى، هي دي اللي فيها بني إسرائيل الوحيدة بعد الجنة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعملوا إيه؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وذي القربى عندنا، وبذي القربى في النساء واليتامى والمساكين، وبس ما فيش أهل السبيل هنا. زي برضو في سورة النساء بعد والمساكين وقفنا قلنا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، فهنا والمساكين وتقفي، ما تقوليش وابن السبيل. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، ثالث مرة كلمهم على إقامة الصلاة، ما حدش بيصلي. هي قالهم في الآية الأولانية، الآية 43، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والآية اللي بعد اللي بعديها اللي هي 46، وهنا والآية ديت وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. شفنا في ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم، الثانية الآية طويلة اللي هي جت في الأول فاكرينها، اللي بعد ما قلنا أي وإذ أخذنا ميثاقكم اللي بعد الميثاق الأولاني، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من خسرين. الآية طويلة لأنها جت في الآية اللي وراها يعني منفصلة آية على بعضيها، ففيها تفصيل هنا. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، إلا قليلا لأن ده أسلوب استثناء، فالمستثنى منه هنا منصوب، المستثنى هنا منصوب قصدي بإلا، وبعدين وأنتم معرضون ده حالهم، ده مبتدأ ودي خبر. طيب في ميثاق تاني هيتخذ عليهم في الصفحة اللي وراها، يبقى ده التالت، وفي الرابعة وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يعني وافقتوا واتفقتوا معانا وأنتم تشهدون، شهدوا على نفسهم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم. هنا عندنا فريقا عايز أعلمها مع فريقا هنا منصوبة وفريقا هنا، ثلاثة فريقا منصوبة، أدي واحدة ودي التانية ودي التالتة زي مثلث. ها ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، بيطلعوا منهم الناس يتقوى كل فريق منكم على اخوانه بالاعتداء عليهم بغيا وعدوانا، وان ياتوكم اسارى في يد الاعداء سعيتم في تحريرهم من الاسر بدفع الفديه، مع انه محرم عليكم اخراجهم من ديارهم، ما اقبح ما تفعلون، يعني تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل منكم ذلك منكم الا خزي. هنا الخاء ماشيه معانا في الصفحه دي، خلي بالكم ادي الخاء، الخاء تخرجون اخراجهم خزي، الاخره يخففوا ماشيين الخاء يعني. طيب وبعدين عندنا عندهم خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. دي تاني مرة يقول لهم وما الله بغافل عما تعملون.
هنا عندك الحياة الدنيا، فين الحياة الدنيا ويوم القيامة يعني الآخرة، أدي الحياة الدنيا ودي الآخرة، هتيجي وراها تقولي أولئك، هنا أشد العذاب اشتروا، أولئك الذين اشتروا، احنا أولئك الذين اشتروا جت 3 مرات، خدنا أول واحدة اشتروا الضلالة بالهدى بعد ما اتبعوا الشياطين، وهنا دول اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني دفعوا الآخرة وخدوا الحياة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. طب مين اللي ينصر؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. طيب يبقى هيتكلم على الرسل، طب مين اللي يبدأ بيه؟ هنا بيتكلم على رسول بني إسرائيل اللي أعطاه التوراة موسى، يبقى على طول هتفتكر تقولي ولقد آتينا موسى الكتاب. طيب ونقول إيه بعديها؟ ما أنا عندي ولقد آتينا موسى الكتاب مالية السور، وقفينا من بعده بالرسل، ما احنا بنتكلم ربنا بينصر رسله، يبقى الرسل كلهم هيبدأ بموسى وبعدين يجيب لك بعده، وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات. طب وقفينا كمان في القاف بتاعت البقرة، فان شاء الله هتربطيها كده وان شاء الله ما تتلخبطيش. يعني عندك مثلا في سورة السجدة فلا تكن في مرية من لقائه، عندك في سور اخرى يعني الكتابة والفرقان لعلهم يهتدون، الكتابة كذا فقلنا ذهب، مش عارف كده يعني مختلف. هنا وقفينا قاف بتاعت البقرة، إن شاء الله مش هتتلخبطي، بالرسل عشان نجيب الرسل، لأن هو ربنا بينصر الرسل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، دي هتتكرر أيضا في الآية اللي قبل الآية 253. أفكلما جاءكم سؤال، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هنا بيتكلم على الرسول، وهنا هيتكلم على الكتاب، وبعد كده هنتكلم على الرسول تاني في نفس المكان هنا، وبرضه هنتكلم على الكتاب. نبذ فريق منهم كتاب الله كتاب وراء ظهورهم، من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يعني اللي بيتكلم على الرسول وبيتكلم على الكتاب، الرسول هنا والكتاب هنا. طيب أفكلما جاءكم رسول هنا بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، تشبه بتاعة المائدة بس هناك ما فيهاش استكبرتم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. في النساء بل طبع، احنا قلنا ملابس النساء بيكون فيها طباعة مطبوع عليها، مثلا ورد مطبوع عليها، مش عارف ايه، طاووس مطبوع عليها، حاجات كده. ففي سورة النساء في طبعة، هنا لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بالكتاب، يعني هيجي بعد قليلا ما يؤمنون، او هتيجي بعد كده اكثرهم لا يؤمنون، يجي بعدها ولما جاءهم، ولما جاءهم هنا هيجي مرة اول مرة ولما جاءهم كتاب، لان هنا اتكلم على الرسول. في الثانية بل اكثرهم لا يؤمنون في الآية 100 وراها ولما جاءهم رسول، يعني عايزة أقول إيه، ما يؤمنوا بالكتاب، لأن هو اتكلم على الرسول قبله هناك، بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول، لأن قبلها اتكلم على الكتاب. لا هم هيتكلم على الكتاب بعديها برضو في الآية 101. طيب عكس بعض، يعني هنا الرسول وبعدين الكتاب، هنا هناك برضو رسول وكتاب، فقليلا ما يؤمنون، تجيبي بعدها إيه، ما يؤمنون بالكتاب يعني اللي جاءهم. طيب عايز اقول حاجه كمان، عندي في سوره، في سور تانية، عايز اقول فلا يؤمنون الا قليلا، في السور التانية فلا يؤمنون الا قليلا، هنا فقا القاف في البقره يعني الاول، عايز اقول القاف جت في البقره الاول، فقليلا ما يؤمنون، وبعدين ما يؤمنون بايه، بالكتاب، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقون، ده صفه المرفوعه تبقى صفه لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويكفرون فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني كانوا يستفتحوا، يعني يقولون انتوا هيجي لكم، هيجي نبي واسمه محمد ويتيم ومن الاميين ومش عارف ايه، يقولون لهم المعلومات اللي عندهم، هم اللي بيستفتحوا يعني، هم اللي بيبداوا يخبروا الناس. فلما جاءهم القران هو جاءهم ما عرفوا
كفروا بي. سبحان الله، فلعنة الله على الكافرين، هنا اللعنة وهنا اللعنة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني يقولوا ليه يجي النبي من العرب وليه ما يجيش مننا احنا اليهود والنصارى يعني. سبحان الله، فهو ده البغي بتاعهم، ان هم يكفروا لان ربنا نزل من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، والكافرين عذاب مهين مهين. طيب مهين دي هستفيد بيها في الصفحة دي الميم والنون بالإيمان، يعني هتكلمهم على الإيمان. هما كفروا، خلي بالك، هنقول لهم وإذا قيل لهم آمنوا، هما كفروا أن يكفروا، هنقول لهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قلنا لهم قبل ذلك كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. طب هنا بنقول آمنوا بما أنزل الله، قالوا اللي هو الكتاب ده، قالوا نؤمن بما أنزل علينا بس. طب أنتوا فعلا آمنتوا بالتوراة؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وهو الحق، اللي وراءه هو الحق، مصدقا حاله، مصدقا لما معهم، يعني القرآن بيصدق اللي معاهم. طب شوف بقى الدليل على إن هم مش مؤمنين ولا حاجة، هم فعلا هم آمنوا، قالوا نؤمن بما انزل، ربنا هيوريهم ان هم ولا امن ولا حاجه. بص بيقول لهم ايه، قل في الثلاث ايات اللي وراها بيوري لهم ان هم مش مؤمنين ولا حاجه. قل فلما تقتلون انبياء الله من قبله ان كنتم مؤمنين. هو في مؤمن يقتل النبي؟ وفي دليل تاني اهو، ولقد جاءكم من الانبياء اللي رحلهم او موسى، هنا ولقد اتينا موسى ولقد جاءكم موسى، هنا في جاءكم كذا مره، جاءهم جاءكم ولقد جاءكم موسى بالبينات. عملوا ايه لما موسى راح في الموعد؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. خلي بالكم هنا من قبل وهنا من بعده وانتم ظالمون، يبقى فعلا دول مؤمنين. اما يعبدوا عجل يبقى فعلا دول مؤمنين، امنوا بموسى ولا امنوا بربنا ولا امنوا بحاجة. ودي تالت حاجة، ها، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. ردوا يقولوا إيه؟ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني حبوا العجل خالص بكفرهم، فربنا بيرد عليهم. ده إيمان ده؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فعلا هنا في إن كنتم مؤمنين أهي، وهنا إن كنتم مؤمنين، ده إيمان ده. طيب هنتوقف هنا إن شاء الله، ما هو هيفضل بقى يقول لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة. شريط أكتر من ساعة الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.